احتمال فلت حاجه حتى في الشوط الثاني، لاحظنا بانه في العديد من الحالات كان بامكان انه لو كانت التمريره صحيحه او عمليه الاستلام حاست على مستوى التمريرات كان بامكان انه فريق رجاء البيضاوي يفوز في هذا الشوط، خاصه ان الفوز كان في المتناول على مستوى يمكن الاطراف، خاصه على مستوى العرضيات لم يكن الرجاء البيضاوي حاضر بما فيه الكفايه، لم يتم استغلال بين مالونجو على نقطة قوة بين مالونجو وهي على مستوى التسجيل بالرأس والارتقاء، كان دائما محاولة التوغل انعطاف إلى الداخل ومن ثم ممكن يعني عملية التمرير أو عملية يعني الكرات اللي تكون للاعبي وسط الميدان. ممكن بالنسبة للمباريات القادمة يجب كذلك استغلال لاعبي الأطراف، خاصة إذا ما شاهدنا اللاعب الهبطي يريد أن يتوغل دائما، لكن مذكور صراحة كذلك ما بين اللاعبين يتألقوا في هذه المباراة اللاعب المذكور اللي قدم حجم لعب كبير، أن يتم استغلال عملية المساندة الهجومية وقوم قيام بالعرضيات، لأن شفنا اللاعب المذكور تاهو كان يتوغل إلى الداخل، الهبطي يتوغل إلى الداخل، وبالتالي يعني افتقد فريق الرجاء البيضاوي إلى عملية العرضيات التي كانت تشكل قوة الفريق بتواجد بن مالونجو. الأهم أنه نتيجة التعادل مهمة يجب استثمارها بشكل جيد، نعرف بأن الروزنامة مضغوطة بالنسبة لجميع فرق الدوري المغربي بحكم انهم مطالبين بان كل 3 ايام يلعبوا المباريات، لكن لا ننسى بان اورلاندو بيريز اليوم تكلمنا في بدايه الاستوديو على مستوى البدني وعلى مستوى السرعات، يجب كذلك الانتباه لهذا الفريق حتى لا يبغتك في مباراه الاياب. اذا يعني هذه النتيجه لابد ان ايضا تكون حذر ويكون الرجاء حذر في لقاء العوده. نعود الى التبديلات، انت تحدثت تحديدا عن التبديلات التي لابد ان تكون في الشوط الثاني. ماذا اضافت التدريب؟ كيف اضافت التبديلات لهذا؟ اولا تصحيح جبيرة في الشوط الثاني دخل افضل.